اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. رحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمة. حبيباتي طمنوني عنكم، يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضوان من الله عز وجل، ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. يا رب أعطي كل من طلبنا الدعاء في هذه القناة، كل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، أعطه سؤله أكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، جعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه أجمعين. رسول صلى الله عليه وسلم وصانا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بس بهذا الفيديو بدي أحكي لك عن ورد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يعني الورد من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خليتي لنفسك كل يوم ورد من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا سيحصل لك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني صلاة الله عليك رحمة. إذن من يداوم على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل له ورد في اليوم من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ستتغمد حياته رحمة الله. يعني ربي سبحانه وتعالى سيتغمدك برحمته سبحانه وتعالى، كونين بحماية من الله ورحمة من الله، لأن صلاة الله على العبد رحمات تنزل عليه. أنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فتنزل عليك رحمات من الله، وأنت مداومة وملتزمة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم بورد. يعني شو يعني ورد؟ فهمينا أكثر. يعني مثلا يوم لازم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم، ما في يوم بمر علي لازم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا 300 مرة، 1000 مرة، 500 مرة، مرة بقدر اليوم 100، بكرة 500، 1000، 2000، 3، أدراني عليه. سيدنا أبي بن كعب قال له للرسول صلى الله عليه وسلم: كم أجعل صلاتي عليك يا رسول الله؟ قال له الربع، قال له فإن زدت فهو خير لك، قال له النصف، قال له إن زدت فهو خير لك، قال له الثلثان، إن زدت فهو خير لك، قال له أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، كلها عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. من الفوائد التي ستعود عليك بإذن الله وتعم حياتك والخير اللي سيعود لك بإذن الله في يومك من الورد من ورد الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكفيك الله الهم. يكفيك الهم يعني هم كل شيء في حياتك. شو الهم؟ شو أنت مهمومة اليوم؟ مهمومة رزقك، ما عندك مثلا مال سدد دينك، مهمومة من دينك، مهمومة من مثلا أولادك تربيتهم، مهمومة مثلا من ولد معين، من مرض معين، من أي مشكلة بحياتك مهمومة فيها. الله يكفيك الهم، يكفيك همك. الله سبحانه وتعالى يبدل همك فرج وفرح بإذن الله سبحانه وتعالى بالمداومة على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كل يوم محافظة على صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يوم ما بمر عليك يوم دون ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي المداومة والالتزام والورد اليومي. فأنت سيكفيك الله بإذنه سبحانه وتعالى
همك من كل أنواع الهم، هم الرزق، هم تربية الأولاد، هم العلم، هم طلبك للعلم، هم دراستك، هم أي شيء في حياتك مهمومة منه، هم هم والله، حتى الأوجاع النفسية، حتى الهموم النفسية، حتى المشاكل النفسية، والله ربي يكفيك إياها في مداومتك على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم. برد القلب وتثلج الصدر، وهي سبب رحمة الله عليك وسبب لطف الله بك بإذنه سبحانه وتعالى، يلطف بك. ومن ثمرات وفوائد والخير الذي سيعود عليك بإذن الله بالمداومة على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبالورد اليوم للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مغفرة الله لك. إذن يكفى همك ويغفر الله لك ذنبك، يعني ربي سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. تعرفي شو معنى الله يغفر لك ذنبك؟ تعرفي شو معنى أنه أنت كل يوم عم تنامي والله سبحانه وتعالى غفر لك أي ذنب، أي تقصير، أي خطأ بحق الله سبحانه وتعالى، وأي تقصير وأي ذنب أنت ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يغفر لك، يعني يجعل لك وقاية من العذاب، يعني يجعل لك خير من حيث لا تحتسبين، يعني يرسل عليك الخيرات والبركات والرزق من حيث لا تحتسبين، يعني تنالي ثمرات وخيرات المغفرة من الله سبحانه وتعالى. لا تضيعي وردك من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم، لا تضيع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يومك. أصحك تقولي بس بليلة الجمعة ويوم الجمعة منصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يوم إليك ورد من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أكثري أكثري، يعني إن كان وردك 100 خلي 200، إن كان 300 خلي 600، إن كان 1000 خلي 2000، أكثري أكثري، لأن صلاتك تعرض على رسولك حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن جلست يومي كله عم بحكي لكم عن فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام بها كل يوم، ووردك اليومي اجعلي نفسك ورد، ما بكفيني والله العمر كله أحكي لك عن فوائد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والخيرات التي يكرم الله بها عباده الملتزمين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبتي التزمي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حافظي عليها، اثبتي عليها، وصي الناس بها، انشري هذا المقطع، اكسبي أجر كل من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلي لو صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنشرك للخير وبنشرك لهذا المقطع 1000، 2000، 3، 12 ألف حسب ربي سبحانه وتعالى يوصل لعباده هذا الخير، شو حتنالي بركات، حتنالي خيرات بصحائفك بإذن الله إلى يوم القيامة، صدقة جارية لك بإذن الله تعالى. واعرفي أن كثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لك، يعني يوم القيامة يشفع لك حتى يدخلك الجنة يا رسول الله، سبب لنيلك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والله تكفينا، تكفينا شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، تكفينا أن يشفع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويغفر لنا الله سبحانه وتعالى ويكفينا الهم. الله يكرمكم يا رب ويثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب العالمين، ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.